انت هتفتش لنا في الحاضر هتتعب، هتنقف في الماضي فصدقني انت عملت مشكله، هتتعب اكتر، هتتعب اكتر. واعتقد يا احمد انت جاهز معايا ان احنا نفسد احتفال احدهم. استاذ مصطفى الجويلي كان بيحتفل بفوز الزمالك على الاهلي بسداسيه 6-0 في يناير. هنعرض الفيديو ونشوف هنفسد ازاي احتفال نادي الزمالك، لان احنا مجهز لكم حاجات كتير. نطلع ونشوف الفيديو. النهارده احتفلنا في الصفحه الرسميه نادي الزمالك بفوز النادي الزمالك على النادي الاهلي 6-0 سنه 1942، وجايبين حتى قصصات من الصحف اللي نشرت هذا الخبر في هذا التوقيت. فدي طبعا احنا بنقول ان احنا برضه كنا بنفوز بالستة وبالسبعة والدنيا كانت 10 على 10 يعني. لا، واللي بداوا الاحتفالات يستحملوا بقى. والناس اللي بدات الاحتفالات كل يوم هنعمل احتفال شكلي، واللي احتفلوا ببني عبيدي يستحملوا يشوفوا بقى، يستحملوا يشوفوا. يعني 6-0 سنة 42 الزمالك فاز على الاهلي 6-0، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ادينا فكرناكم النهارده على الصفحة الرسمية لنادي الزمالك ان احنا فوزنا 6-0 على النادي الاهلي، ولسه 6-0 واللي بدأوا يستحملوا. أتمنى والله حضرتك اللي تستحمل معانا لآخر الفقرة، لأن أنا أشك إنك هتستحمل معانا. لا، وبيقولوا لسه. ولسه إحنا اللي ولسه بقى نبدأ بقى نشوف هنفسد الاحتفال الجميل ده إزاي. هو إحنا طبعًا مش هنتكلم عن الستة واحد الشهيرة، لأن إحنا دايمًا لما بنيجي نتكلم عن الستة واحد الشهيرة خالد بيبو دايمًا بيقول لك أصل إحنا اللي بدأنا السداسيات 1942، لكن الحقيقة أنا حابب أصدمك من مؤرخ زملكاوي هيقول لك مين اللي بدا او افتتح السداسيات في مباراه القمه. انا طبعا مش زملكاوي، انا زملكاوي جدا 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 جدا، بس لازم الحق يقال ان في بعض المؤرخين اللي احنا بنتعلم منهم زي الاستاذ خالد والدكتور طارق والناس ديت اكتشفوا، الدكتور طارق السعيد اكتشفوا ان في مباراه في دوري منطقه القاهره كانت في موسم 25-26 انتهت بسداسيه لنادي الاهلي، ولكن للاسف لا يوجد معلومات مين اللي احرز الاهداف. هي كانت في الدور الاول والاهلي هو اللي خد البطوله ساعتها. مين اللي احرز الاهداف؟ احداث المباراه ده تشكيل الاهلي، ده تشكيل الاهلي في سنه 25-26. وهقول لك كمان على حاجه معلومه مهمه جدا يا محمودي، حسين حجازي بالرجاله بقى بتاعته زي ما بيقال عليه الفرقه بتاعته او حجازي 11، انتقالهم يعني هو الاول كان اهلي سكه مختلط، اهلي مختلط، انتقاله في فرقته مع احد الغريمين بيخلي الكفه يقف الافضليه في الوقت ده او في دوري 25-26 كان حسين حجازي بالرجاله بتاعته موجودين في النادي الاهلي وقدروا يكسبوا في المباراه ديت 6-0. ويمكن انا اعتقد والله اعلم واعلم ان المعلومه دي اول مره تذكر على الشاشه، بالتاكيد طبعا. رغم ان انا زملكاوي بس انا هبقى محايد جدا في الموضوع ده، ولازم يقول لي انا واللي عليه. دكتور عادل سعد بدا قال لك انا مش زملكاوي، لكن زملكاوي جدا، واعتقد النتيجه واضحه وهي 1926 ونشرت في صحيفة وقتها كانت اسمها الألعاب الرياضية. فلو بتتكلم عن الاحتفالات وبتتكلم عن البدايات فالبدايات دايما لصالح النادي الأهلي، ودي كانت أول سداسية ومش الأخيرة. ومش الأخيرة، لأن بما إن استحملوا وبإن ردوا بقى، أتمنى حضرتك السيل من الهزائم الغير مسبوق في أي قمة أو ديربي على مستوى العالم، أتمنى حضرتك تستحمل وتقدر ترد عليه. النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك غير 6-0 اللي استعرضناها تاريخيا 6-1، غير كده 3 مرات فوز بخماسية 5-1 5-1 5-0، ولكن 11 فوز للنادي الأهلي على نادي الزمالك برباعية. حاولنا نجمع في تصميم واحد الرباعيات والخماسيات والسداسيات، ما كانش فيه تصميم يستوعب عشان المشاهدين يقدروا يبصوا معانا. فأتمنى حضرتك تقدر تعمل في نص تصميم كل فوز عريض لنادي الزمالك على نادي الأهلي، وأعتقد أن حضرتك ما كنتش مذاكر تاريخ النادي الزمالك كويس، وحضرتك مسؤول عن الصفحة الرسمية قبل ما تقول استحمله. نتمنى ده يكون درس. ما يزعلش، اتمنى ما يزعلش. لا، هو اللي بدا واحنا ردينا، هو قال رده واحنا ردينا، وما اجمل الرد. انا عايز اقول لك بس ان الخماسيات دي 3 خماسيات تقريبا في 12 شهر من 37 ل 38 فبراير. بدات في يناير ثم مايو ثم فبراير 38 بالظبط، يعني تقريبا 3 خمسات. وبالمناسبه كان فيهم 5-0 في كاس مصر، فعلا كانت اول مباراه انتهت بالتعادل 1-1، ثم مباراه ثانيه انتهت بالتعادل 2-2، والثالثه كانت 5-0 لاصابه لاعبين في نادي الزمالك. وبالفعل ما كانش فيه وقتها تغيير، لكن كان فيه خماسيتين تانيين
في قبلها المباراه اللي قبلها والمباراه اللي بعدها. انا عندي سؤال مهم ليك، تعتقد هيحتفل على صفحته الرسميه السنه الجايه بالستة؟ لا، ممكن تأبين الثلاث خماسيات. هيحتفل. هو لازم يحتفل. عندنا فيديو مهم جدا وقضيه اخرى مهمه جدا والبعض